مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا. شكرا لك سي لطفي. مرحبا. 30 دينار كيلو زقوقو الى حد الان يباع، الاسعار تعتبر عاديه مقبوله مرتفعه بالنسبه لكم كاتحاد فلاحين؟ والله بالنسبه للسعر هذا كيما بقيت تونس شفتم على صفحات التواصل الاجتماعي، ربما معناها مش هو السعر معناها الحقيقي. كما نعرف معناها تو التجاره تنوعت معناها في جميع المجالات، وفما ناس معناها دخلاء على القطاعات. ربما معناها ما نتصورش انه باش يوصل معناها للسعر هذا. السعر الحقيقي شنو؟ السعر الحقيقي هو معناها تو يوصل للوكيل معناها في عمراه، ما انا استقصيت في الموضوع معناها الخشين هذاك ب 20 دينار وجويد ب 25، هذا يوصل معناها للوكيل، فهمني؟ بالطبيعه معناها في الاسواق الاخرى باش تلقاه باش يزيدك ال 5000 معناها اللي معناها هو موجود فيها تو. نجموا نذكروا العوامل ربما اللي خلاتها الماده ذي معناها ترتفع. كما تعرفوا المناطق الجبليه عند راهم تبرقه معناها حمام بورقيبه الى اخره، هي مناطق جبليه معناها صارت فيها في كل صيف تقريبا معناها الحرائق المتتاليه. فهمتي؟ هي مش كان في ماده الزقوق وبركه معناها الاسعار ارتفعت، حتى لمادة البندق لأنها المواد هذه شجرة نتاعها وسريع معناها الالتهاب، تحرقت مساحات معناها كبيرة معناها برشا. فهمتني؟ وكما تعرفوا السكان المناطق الجبلية هذوما ما عندهمش هما معناها مهن يمتهنوها، وأنها راهو هذايا تعيش منه عائلات، تلقى عائلة معناها كاملة فهمتني يلقطوا هاك الكيلو معناها زوز كيلو فهمتني في النهار، ولا حتى ربما معناها أقل، باش معناها تعيش منه معناها العدد هذايا. اليوم معناها الدخلة على القطاع التجار معناها بصفة عامة، ما نصورش أنا معناها اللي لقت هالعائلة هذيا ماشي يبيعوا معناها ب 20 ولا ب 25، نتصور معناها أقل. كما تعرف أنت معناها من يد ليد ليد باش تلقى أونفا معناها السوق معناها أسعار هذيا الأسعار معناها مرتفعة. ربما هذايا اللي معناها خلى الدخلاء معناها على القطاع هذايا معناها هو اللي تسببوا في ارتفاع الأسعار. أنا اللي متأكد منه شفت حاليا حتى مع خيانا معناها في عند راهم، وانه هاوكا موجود منصوب معناها في عند راهم، حتى رئيس الاتحاد المحلي نتاع عند راهم شخصيا ياكد لي اللي مشى خذا كيلو ب 25 دينار معناها من عند راهم معناها غاديك. يعني انت في عند راهم يعني على 25 دونك سي نورمال كي باش يوصل التاجر معناها يد ثانيه باش يوصل معناها ل 30 اي وتعتقد انه الاسعار شقت في المستوى هذا، لانه يعني في سنوات اللي فاتت بدات ب 30 وصلت ل 40. شوف هي مثلا عرض وطلب، اي معناها كيما تشوفوا العرض قلب معناها بسبب الحرائق الناجيه معناها اللي السنوات الاخيره معناها تراجع بنسبه قداش تقريبا العرض على السنوات اللي تعدات؟ معناها تراجع معناها السعر ولا الارتفاع؟ الكمية تراجعت معناها بشكل كبير خاطر المساحات كبيرة معناها. تقريبا بنسبة قداش تراجع؟ 30 40 50 يمكن تاع 30 40% معناها تراجع مقارنة بالسنوات اللي تعدات. مقارنة بالسنوات اللي تعدات خاطر مساحات كبيرة معناها في الأثناء، وخاصة يعني معروف هذا معناها اللي صار هو شجرة الزقوق وشجرة البندق هي شجرة معناها سريعة الالتهاب حشكل ليسونس معناها المساحات كلها كلتها النار معناها اللي بقى توا وزيد مع كيما نقولوا الطلب على شكون طلب من العائلات الفقيره اللي تلقت معناها هذوما معناها عائله كامله راه تلقاها معناها مع بعضهم يستقاتوا معناها باش يمشي معناها يسرح يلقط شجره. دونك هنا الناس اللي تجي باش تشري ماده الزقوق هذا من الاماكن الخارجيه فهمتني بطبيعه الحال هذوكم تجار باش يرفعوا في الاسعار وكذا معناها واحد، وهنا كيما تعرف هكا قله العرض وكثرة الطلب معناها في عيد المولد باش يخلي الاسعار معناها ترتفع. لو انه جاء معناها العرض متوفر ما نتصورش ولا باش يوصل معناها للدرجه هي على الغالب معناها الحرائق والفندي ولا الوضع الوضع هو كذلك. ان شاء الله يقعدوا في السوم هذايا، ان شاء الله يقعدوا في السوم هذايا ما يزيدوش يغليو فهمتي، ولا ظروف معناها التونسي شنو واحد باش يشري كيلو زقوق وباش ينحي منه اربعه ولا خمسه صحافي معناها ب 30 دينار حقيقه معناها برشا زاده ما نلوموش معناها حق العائلات الفقيره معناها اللي تستفاد منه. وانا ما تصورش تصور انت يوصل لك انت معناها في تونس العاصمه ولا يور معناها ب 30 دينار برا لوج قداش وتعدى من يد ليد ليد فهمتني برا لوج هو قداش باعه معناها فهمتني ولا واحد واضح هذا تقريب الوضع واضح. شكرا ويفضلك.